بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الخامس الإعدادي العلمي الأحيائي والعلمي التطبيقي، مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد، الفصل الثالث اللي هو القطع المخروطية. وطبعا في هذه المرحلة راح نتناول فقط الدائرة وبعض القطوع الأخرى. تكملة القطوع الطالب راح يدرسها في السنة القادمة في صف سادس إن شاء الله. دراسته للسنة القادمة تعتمد بشكل كبير على مقدار فهمه للدائرة، لأن الدائرة هي أبسط أنواع القطوع، وإذا افتهمناها ممكن أنه نفتهم بقية القطوع. تعريف الدائرة: مجموعة من النقط في المستوي التي يكون بعدها من نقطة ثابتة تسمى المركز، يساوي مقدارا ثابتا يسمى نصف القطر. إذن في الدائرة أكو شغلتين مهمات. في أي سؤال دائما نبحث عن شغلتين، الشغلة الأولى هو المركز والشغلة الثانية هو نصف القطر. إذا لقينا ذن الشغلتين فممكن أنه نجاوب على أي سؤال يخص الدائرة. كرمز راح نتفق، يعني نلتزم بهذا الترميز اللي ثبت الكتاب، أنه المركز نرمز له بالحرف C، والمركز طبعا نقطة، مركز نقطة، هذه نقطة هذه، ولذلك بها احداثيات، الاحداثي السيني، احداثي صادي، الاحداثي اكس، والاحداثي واي، نقطة على المستوي، يعني هذا المستوي، فأي نقطة مثلا هذه بها احداثي سيني مقدار ما يقطعه، يعني المسافة اللي نمشيها على المحور اكس، وبها مقدار صادي المسافة اللي نمشيها على المحور واي، خلينا نسمي هذا اكس 1، هذا المحور هو اكس، وهذا واي، وهي خلينا نسميها واي 1. اذا هاي النقطة سي احداثياتها، طبعا هو مسميها اتش كي، خلينا نسميها اتش كي، والاتش تساوي اكس 1 والكي تساوي واي 1. مثل ما تعودنا انه في اي موضوع عندنا قوانين نمشي عليها، قوانين واشياء مساعدة، ادوات خلينا نسميها مساعدة، راح تساعدنا في الحل. فبالدائرة عندنا مجموعة من القوانين، ليست كثيرة، قليلة، والقانون الأول هو هذا هو القانون الأول اللي لازم نحفظه كصيغة خاصة من القانون هذا هاي حالة خاصة من هذا القانون، عندما تكون مركز الدائرة نقطة الأصل، يعني مثل ما نعرف هسه الاتش والاحداثي السيني بالنسبة للمركز، والكي الاحداث الصادي بالنسبة للمركز. فإذا كان كل واحد من هذول صفر، فاكس ناقص صفر تبقى اكس، فوقها تربيع، هذه اكس تربيع، واي ناقص كي، يعني واي ناقص صفر تبقى واي، وفوقها تربيع والتربيع والار تربيع نزلت في الطرف الاخر. طبعا صيغ الاسئلة كثيرة جدا، والطالب دائما يبحث عنه شلون يجي السؤال وشلون نحله. ابسط صيغة من الاسئلة انه ينطيك هذا الهاي صيغة، يعني يريد معادلة الدائرة وينطيك المركز وينطيك نصف القطر. فبهذه الحالة العملية بسيطة جدا، وهو انه فقط نعوض القانون حافظي، هذا القانون اكس ناقص اتش الكل تربيع زائد واي ناقص كي الكل تربيع يساوي ار تربيع، والكل معلوم، هذه اللي هي الاتش وهذه هي الكي، وعندنا الار نصف قطرها ار. هذا الطالب هنا شوية بعض الاحيان يخطئ انه هذا نصف القطر، اما بالقانون شو يقول؟ القانون يقول ار تربيع، ما ننسى انه القانون يريد ار تربيع. فعوضنا الاكس تنزل نزلناها ناقصا اتش، الاتش هي 5 لاحظ، هاي الاتش هي 5 لاحظ، والتربيع نزلنا ما ننسى، وهذه زائد واي ناقصا كي اللي هي 3 يساوي ار تربيع، والار هو 4 لذلك صارت هنا 16. طبعا كسؤال نقدر نقول انتهى السؤال، ماكو داعي نفتح الأقواس إلا إذا أكو صيغة أخرى يطلب من عندنا، اللي هي إذا طلب الصيغة، يعني أكو صيغتين للمعادلة الدائرة، الصيغة القياسية والصيغة العامة. فحاليا هو ما طلب من عندي أي شيء، جد معادلة الدائرة، إذا هذا الدائرة، إذا الحل كامل وأتوقف عن الحل. السؤال الآخر نفس السؤال بالضبط، لكن مكان ما ينطيني المركز انطاني قال لي نقطة الأصل، وإحنا نعرف نقطة الأصل إحداثياتها صفر صفر، إذا ما عندي أي مشكلة نقدر نعوض بالقانون، أو نعوض بالقانون الثاني. صراحة هذا ما نعتبر قانون،
هذا ما نعتبر قانون ثاني وهذا قانون أول، هذا هو نفسه هذا، لكن هنا ال h وال k تساوي أصفار، وهنا هنا العفو ال h وال k تساوي أصفار في هذا، أما في هذا بصورة عامة. خلي دائما نجتزم حتى لا نخطأ بالحل، نحدد ال r ونحدد ال c يعني ال h وال k. دائما في أي سؤال نلقى هذول الثلاث شغلات ال h وال k وال r، وبعدين نشوف القانون المناسب ونعوض عنه، وهذا هو تعويض مباشر، ما عندي أي مشكلة. صيغة أخرى من الأسئلة في هذا المثال الثلاثة، اللي هي يعني نستطيع أنه نقول بالمقلوب، هذه هو منطين المعادلة ويريد المركز ونصف القطر. فإذا جاني السؤال، أولا نضع المعادلة بالصورة القياسية، يعني x ناقص فد رقم الكل تربيع زائد y ناقص رقم الكل تربيع يساوي فد رقم، لازم هيج. إذا أكو بعد فد رقم آخر هنا على سبيل المثال فد 2x فد شيء آخر هنا، إذا لازم شنو؟ لازم نعامله بحيث نعالجه جبريا، يعني بحيث نحصل على الصيغة القياسية. الصيغة القياسية x ناقص h الكل تربيع زائد y ناقص k الكل تربيع يساوي r تربيع. زين، فطبعا قانون نجي نكتبه، هذا كتبنا القانون، نجي نقارن هسه هذه امسحها واجي اقارن، خليتها بصيغة قياسية x ناقص h، هنا يقول x ناقص 5، اذا ال h تساوي 5، اذا ال h تساوي 5، هذه هي ال h هي 5. زين، بعد شنو؟ هو هاي التربيع زائد y ناقص k، هنا لو نباوع هنا هذه زائد مو ناقص، شلون صار الزائد؟ اذا يجب ان يكون الثلاثة سالبة، اللي شنو اللي خلى هاي العلامة زائد؟ هاي العلامة هنا بالقانون ناقص، وهنا صار الزائد، شنو اللي سواه زائد؟ الجواب لأنه صار عندي حالة السالب بالسالب موجب، بمعنى آخر أن الثلاثة يجب أن تكون سالبة حتى هذه العلامة تصير زائد، إذن الكي هي قيمتها سالب 3 مو 3، انتبه للإشارة. ومن الواضح أنه الطرف الآخر 49، إذن 49 هو R تربيع، 49 هو R تربيع، إذن الآر هو 7. طبعا سيجي طالب مثلا يسأل أنه هنا من جذرنا ليش ما حطينا زائد ناقص؟ وأعتقد الجواب بسيط، أنه الآر هي كمية موجبة، الآر طول نصف القطر والطول يكون دائما كمية موجبة، أو نقدر نجاوب بطريقة أخرى أنه هذا المقدار، لاحظ هذا المقدار عليه تربيع، يعني شنو؟ يعني موجب، دائما يكون أكبر من صفر. وهذا المقدار هو أيضا موجب لأن عليه تربيع أكبر من صفر، فحاصل جمع رقمين موجبين يجب أن يكون رقم موجب. إذا ما ننسى هذه، أنه إذا نجذر ال r، نجذر الرقم هذا يعني على مود نفس ال r، ما نحط هاي العلامة مال زائد ناقص. هذه الملاحظة مهمة، جاي يتكلم عن فشي نسميه قانون المسافة، البعد بين نقطتين. واغلب ظني انه الطالب العام الماضي بسبب الاوضاع يعني ما درس هذه، لذلك راح انطيك شويه تذكير بهذا القانون، قانون البعد بين نقطتين. يعني عندي ثلاث اشياء الطالب مطالب بهن، اللي هي قانون المسافه بين نقطتين، وقانون المسافه بين نقطه ومستقيم اللي هو هذا، والقانون الثالث نسميه قانون المنتصف، اللي يخص إذا عندنا قطعة مستقيمة فنستطيع إيجاد المنتصف مالتها. راح أخلي فيديو إضافي حتى الطالب يمكن أنه يراجعه حتى لا يأثر على الدرس، لكن في درسنا المفروض أن الأشياء الثلاثة نعرفهن. صيغة أخرى من الأسئلة، طبعا الصيغ كثيرة، لكن هذا الموضوع نعطيه أهمية كبيرة، لأنه مثل ما ذكرنا هذا الموضوع موجود في المرحلة السادسة، وإذا ما تضبط هنا يعني راح تعاني في المرحلة الجاية السادسة. فصيغ الأسئلة كثيرة، جد معادلة الدائرة التي مركزها كذا وتمر من نقطة، لاحظ أنه أعيد كلام، يعني دائما نخلي قدام عيننا أنه نحتاج إلى شغلتين، يعني نحتاج إلى المركز ونحتاج إلى نصف القطر حتى نلقى معادلة الدائرة. فأحيانا ينطينا مثل ما شفنا بالأمثلة الماضية، وأحيانا ما ينطيهن جاهزة،
يعني ينطيك واحدة من عندهن والثانية ينطيك في الطريق لإجابة. فحاليا نطين السي لكن ما منطين الار، الار هسه الار مجهول اذا، لكن منطيني فد شيء يعني تمر بالنقطة. شنو يعني تمر بالنقطة؟ تمر بالنقطة يعني تحقق معادلتها، تمر بالنقطة يعني تحقق معادلتها. اذا اكتب المثال، جد معادلة الدائرة التي مركزها سي 4 ب 3 وتمر بالنقطة بي 2 ب 1. اذا مثل ما ذكرنا السي معلوم، السي معلوم، ويبقى علي بس الار. السي تساوي، طبعا نعرف انه كترميز نستطيع ان نكتب سي تساوي ونستطيع ان نكتب سي بدون تساوي، مو يساوي بيناتهم، العبارتين صحيحات. واذا الار فرز منقوطة، الار يساوي علامة استفهام، يجب علينا ايجاد الار. طبعا لازم حافظين القانون، والقانون يقول اكس ناقصا الكل تربيع زائد واي ناقصا كي الكل تربيع يساوي ار تربيع. ومثل ما ذكرنا انه السؤال يقول تمر بالنقطة، هذه تمر بالنقطة، الدائرة تمر بالنقطة، يعني النقطة تحقق المعادلة مالتها. شنو يعني تحقق المعادلة؟ يعني نقدر نعوض شكو اكس نخلي مكانه 2 وشكو واي نخلي مكانه 1. اذا مكان الاكس راح نخلي 2 وهذا الناقص، والاتش الاتش هي هذه المعامل مال يعني هذا اني اتش كي، هذه اتش كي. اذا الاتش هي 4 ونكمل زائدا الواي، الواي هي هذه 2، هذه الواي النقطة تمر، الواي هي 1، نعم 1 ناقص 3 اللي هي الكي يساوي، طبعا تربيع هنا يساوي ار تربيع، يساوي ار تربيع. ونجي نحسب هذه يؤدي الى ار تربيع يساوي 2 ناقص 4 ناقص 2 تربيع يصير موجب 4، و1 ناقص 3 ايضا ناقص 2 وتربيع ايضا يساوي 4. اذا الار تربيع يساوي 8، ومن هاي الار يساوي جذر 8. وايضا ناكد انه بعض الطلاب هسه يرتبك ويشتبه وحسبان جذر 8 يساوي 4، وهذا الكلام غير صحيح لانه جذر 8 يبقى هيك، جذر 8 فترقب نضربه في نفسه يطلع 8، هاي معناه. اذا نرجع للسؤال الاصلي، السؤال الاصلي صار عندي مركز وصار عندي نصف القطر، اذا ما عندي اي مشكله، راح مجرد تعويض مباشر بالقانون، هذا القانون. نرجع له مره ثانيه ونكتب x ناقص h اللي هي 4 الكل تربيع زائد y ناقص 3، هاي 3 الكل تربيع يساوي r تربيع، والr هو جذر 8، اذا r تربيع يساوي 8، وهذه هي المعادله ونحل السؤال. ممكن ايضا الحل بطريقه الكتاب، لاحظ الكتاب شنو اللي الطريقه شوي مختلفه، دائرة، هذه دائرة زين، ومركزها هذا المركز مالتها سي معلوم، وعندي بعد يقول النقطة تمر بالنقطة، يعني اكو نقطة هنا تمر بالنقطة، يعني النقطة على المحيط. فشلون نلقى نصف القطر؟ ممكن انه نلقى نصف القطر باستخدام قانون المسافة، باستخدام ذكرنا انه اكو قانون المسافة، يعني يجد المسافة بين اي نقطتين. اذا في طريقة ثانية بالكتاب، لاحظ شلون هذه السي معلومة والبي معلومة، البي معلومة والسي معلومة، فألقى المسافة بيناتهم. فشي يصير 4 ناقص 2 تربيع، هاي 4 ناقص 2 تربيع، وزائد 3 ناقص 1 تربيع، ويجمع الناتج. يعني لاحظ نفس الناتج بقى، طلع لنا نفس الناتج، صحيح الخطوات تختلف لكن الناتج طلع نفسه والحل يبقى نفسه. مثال آخر، جد معادلة الدائرة التي نهايتي أحد أقطارها النقطتان كذا وكذا، نهايتي أحد أقطارها. طبعا لازم نفهم السؤال، لازم نفهم السؤال فنعرف أنه شنو يعني قطر الدائرة. قطر الدائرة هو قطعة مستقيم تنصف الدائرة إلى قسمين، ما جت عدل لكن على كل نقدر نرسمها بشكل صحيح نوعا ما. وقطر الدائرة يمر بالمركز، يمر بالمركز. طبعا نرجع نقول مرة ثانية انه لإيجاد معادلة الدائرة يجب ان القى المركز، والقى شنو بعد؟ القى نصف القطر. فهسه حاليا لا منطيني مركز ولا منطيني نصف قطر، فشلون اتصرف؟ منطيني معلومة، وطبعا هاي المعلومة من خلالها اكيد اقدر القى ذول الاثنين.
شلون ألقى المركز؟ المركز شلون ألقاه؟ من خلال قانون المنتصف. المركز هو يقع في منتصف القطر، المركز يقع في منتصف القطر، وهاي النقطة عندي معلومة وهاي النقطة عندي معلومة، إذن أستطيع أن ألقى المنتصف مالتهم باستخدام قانون المنتصف اللي هو السي. زين، بالنسبة للآر بسيطة، يا إما ألقى المسافة بين P1 وP2 وأقسمها على 2 نصف القطر، هذا منطيني قطر هو، يا إما ألقى المسافة يعني بين السي اللي راح نلقاها وبين أحد النقاط. إذا نكتب المساجد معادلة دائرة النهايتي أحد أقطارها، أحد أقطارها P1 اللي هو 4/5 و P2 اللي هو -2/3. إذا هدفنا إيجاد الـ R وإيجاد الـ C. الـ R والـ C اثنيناتهم مجهولات، وخل نمشي على فالطريقة أنه خلي نلقى أول مرة الـ R، خلي نلقى أول مرة طبعا خلي نلقى المسافة بين P1 و P2. P1 P2 حسب قانون المسافة يساوي، هذا قانون المسافة، وأجي أعوض بين نقطتين، مو مشكلة، يا إما تعتبر هذه X1 وهذه Y1 وهذه X2 وهذه Y2، أو تعتبر بالعكس. فللبساطة للسرعة راح نقول -2 -4 الكل تربيع، زائد ما دام -2 إذا أجي للثلاثة، يعني إذا بدينا بال P1 يجب أنه أكمل القانون على P1، وإذا بديت من P2 مثل ما جاي نسوي هسه لازم أكمل القانون على P2. إذن مثل ما بديت من -2 بعدين -4، لازم هسه أقول 3 -5 وليس العكس، لأن إذا العكس يطلع الجواب خطأ. 3 -5 الكل تربيع، وهذا الجذر هالشكل، وأجي أحسب هاي القيمة ايش قد تطلع. -2 -4 بها -6، وتربيع 6 -6 تربيع طبعا يصير موجب 36، و 3 -5 بها -2 وتربيع يصير 4 زائد 4. وطبعا على طارق درسها، اقدر هذه 40 اكتبها 4 في 10، اقدر اكتبها 4 في 10، والاربعة تطلع برا الجذر، تطلع باثنين طبعا، وجذر العشرة تبقى مثل ما هو، تبقى هالشكل. زين، هسه لقينا المسافة بين P1 و P2، ما لقينا لا الـ R ولا الـ C. هسه ألقى، خلي ألقى الـ R. الـ R شو يساوي؟ الـ R إنه هو نصف القطر، شو يساوي؟ القطر على 2، القطر هو P1 P2 طول، هذا طول، ما نخلي عليه علامة، ما نخلي عليه علامة هالشكل، ما تخلي علامة هالشكل، ما قطعت مستقيم، خطأ، طول هالشكل، على 2، نصف القطر هو القطر على 2، وتساوي 2 جذر 10 على 2 وتساوي جذر 10. تختصر هاي الدرجة، هاي إذن القطر يساوي 10. لقينا المطلوب الأول وهو القطر، ألقى المطلوب الثاني وهو يعني مو المطلوب الثاني وإنما الأشياء اللي نحتاجها إحنا بالسؤال، وهو نصف القطر، هو المركز العفو، وهو المركز. فالمركز راح أستخدم قانون المنتصف، السي تساوي حسب قانون المنتصف X1 زائد X2 على 2 Y1 زائد Y2 على 2. وطبعا مثل ما نعرف هنا علامة الزائد بدالية، مو مثل الناقص قبل شوية من شرحنا، هذه اتفقنا انه ما نعكسها، لان علامة الطرح مو مثل علامة الزائد. فهنا أنا مو مشكلة، هسه مسقط اول زائد مسقط اول، مسقط ثاني زائد مسقط ثاني، او نعكسها شلون ما كان هي تبقى صحيحة. واذا نجي نحسب هنا الاربعة ويسالب 2 راح يصير موجب 2، موجب 2 مكسور زائد مكسور على 2، هاي على 2، والمسقط الثاني 5 زائد 3 بها 8، وعلى 2 القانون يقول، هو القانون يقول على 2، وأجي أجمع هذه أو أطلع الناتج، عفوا 2 على 2 بها 1، وهذا راح يصير 4. إذا لقيت المركز ولقيت نصف القطر، ما باقي علي فقط أنه أكتب القانون والمعادلة مال الدائرة وأعوض. فهذا هو القانون، وأجي كل الأشياء معلومة، X ناقص H اللي هو طبعا إحداث المركز، المركز هذه 1 يعني تربيع، زائد Y ناقص 4 الكل تربيع يساوي R تربيع. طبعا الـ R تربيع هو مثل ما لقيناه، العفو، هذا الـ R، هذا هو الـ R، والـ R تربيع هو جذر 10 تربيع، يعني 10.